خوتي السلام عليكم، فيديو جديد مع مورايد بحال ديما. فيديو جديد، وهذا الفيديو ديال هذه المره غيكون مخالف شي شويه، غيكون مخالف على المحتوى اللي تنديرو وعلى الفيديوهات اللي مولفيني بهم. واحد القصه بغيت نعاودها لكم، داكشي علاش بغيت ندير ستوري تايم بحال هكا وبقى نديرهم مره. هاد القصه هذه كما شفتوا في العنوان، نهار كان بغيت تسرق لي الموتور ثلاثه المرات باش مره واحده باش يجي ماشي ثلاثه المرات، ماشي هاد الموتور، هذا الموتور صراحه الله عمري زعما تعرضت قدر يكون نتيجه انني كبرت شويه، ولا انا موتور فيتاس ما هذه معروفه، هذه موتور فيتاس صعيب معرض للسرقه بزاف، ماشي بحال الموتور اللي بغيت نعاود لكم عليه تي ماكس، وخصوصا ديك الوقيته كانت راس السوق. يا اخوتي مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم كيفاش كان غيتسرق لي الموتور ثلاثه المرات، هادشي هذا راه داز عليه شي عامين، نشوف اكثر من عامين، داز عليه شي 3 سنين ولا 4 سنين داز عليه هادشي هذا، لان فاش يلاه شريت الموتور وكان موتور ديك الساعه اللي عاطي العين. المهم المره الاولى اللي كنعقل عليها كنت واحد المره مقهوي واحد القهيوه في مكناس في وسط المدينه، الناس اللي جاي يعرفوا هنايا سميتها اوكاز، كاينه حدا سينما كاميرا السونتر، وموتور كش حاطو القهوه اللي فيها جولفازور وفيها، وديك الساعه كنت لعب واحد البيسه ديال السنوكر، راكم عارفين السنوكر تخصك واحد نص ساعه المكانه وانت تلعب، ولا هذه خصها بنادم اللي ماشي بروفيسيونيل ما تتساليش دغيا، وهذاك الشفار اللي كان غيسدي لي الموتور بحال اللي شافني وعرفني بلي غادي نتعطل وغادي نجلس شحال وانا تلعب. المهم انا جلست دخلت انا وكانوا الدراري صحابي تما بين شي 4، جلس كنلعبو بدينا يلاه بشي 5 دقائق، جاب الله الدراري اللي كيميزي لنا اللي كيجي اللي كيميزي، المهم تعطينا نلعبو، هذاك كيعرفني حيت نجي ديما تما نجي بزاف وجا عندي قال لي يا خويا سيمو الموتور راه واحد خونا راه متكي عليه وراه ما عاجبنيش، هو غادي يكون عارف. المهم انا باين تنت براس شوفي واحد على الموتور شي يدير شي حركات كذا راه تعرفو تنت ما غاديش يعجبك من الحركات اللي كيدير، باين اللي غيسرق راه باين كيفاش كيدير الموتور، شي يضرب به ويشوف هنا ويشوف هنا الموتور هذاك عارفو ماشي ديالو. المهم قال لي راه ما عاجبنيش ذاك السيد راه تيضرب الموتور ديالك، سير اخويا رد البال لموتورك. في البلاصه ما جبتش الروتار، سمعت في ذاك البرطيه مزيانه كنت خاسر سمعت فيها، طلعت وانا كنلقى السيد عرفتي قداش ولا سيد طوكار، وقالت لي على الكبير جوته، وقالت لي على الموتور، قالت ديك الجلسه ديال جوج رجلين لجهه واحده، وقالت كيعبر الموتور بحال كنت كيشوف واش ملوكي. ونسي ما قلت لكمش الموتور كان عندي الصون في الكارت كريز، يعني الصون في الكارت كريز تيكون بزاف الاحتمالات، يقدر يكون الموتور اللي مسروق على برا، يقدر يكون الموتور اللي داخل البياس، فهمتوني يعني هو واخا ليغال 100% في المغرب هنا خارج الكارت كريز ماني تيك، يعني كل شيء هو هذاك قالوا لي كيما بغيتي، ولكن راه هذا هو المشكل ديال الصون، يعني يقدر يكون فيه خواض على برا. المهم شنو بغيت نوصل لكم هي ان داك الموتور غالبا غادي يكون على برا تسرق ولا هكا، وداك الشيء باش ما تيتلوكاش عندي كنلقيدون عندي ما تيتلوكاش، يعني غا تسد الموتور بالاخر بالسمارت، يعني بدل الكوموند ديالو وصافي تتخليه ما فيه لا لوكاج لا والو، هذا هو اللي بدا تيعبر هو تيدور كيدون على اليمين عاود يدورو على اليسار تيشوف الموتور واش محلول. انا طلعت لقيته مازال تيقلب، وقاف بديت كنشوف فيه بديت يشوف فيا، قلت له السلام اخويا راه موتوري، لا انا مشيت له ربي موتوري، قلت له السلام خويا شافني قال لي ياك موتور، قلت له لا بغيتي، قال لي سمح لي كنت غنتسنى غير واحد السيد، وبان لي حدا واحد خونا اونفاس معاه، يعني ماشي غير واحد كان بهم شي جوج ماشي غير واحد. صافي السيد هبط من الموتور، زدتو المشكله كانت ديك البلاصه فين بلاصي جاي مع الحدورانيش، يعني غير هبطو على البيكي سنترال يزيد بقى غادي مدردب، صافي مشى فين غتلقى ديك الساعه سير قلب عليه جيب شي 207 ولا شي بيكو بيزو ولا لقيتيه، مشى يبيعو واحد بياس ولا يبيعو خاوي هكا بشي 3 المليون ولا 4 ديك الساعه.
صافي زدت لهم. قال لي واحد الدري صاحبي كنا خليتي حتى يدفع الموتور وعاد تبع 20 كوايلين ما عندنا ما نديرو بشي سطاع. صافي ما عليناش. المهم دست دخل جات مني هيك النار ما وقع والو. المهم زقلت زقلت كان غيمشي ليا ولكن الحمد لله ما وقعت شي حاجه. ندوزو المره الثانيه اللي كان غادي يمشي لي عاوتاني حتى هي قصه. كنت جاي مستريسي من الخدمه ومع ديك العشرة د الليل راكم عارفين الدواء ديال الموطار ديال الستريس هو الموتور. صافي هزيت الموتور ديالي ديك الساعه كنت شتا وخا الشمس ما تطيحش راكم عارفين الناس اللي دخلوا بكري 11 الليل وشحال وغادي تنتسلك بوحدي ديال اللي زيات فودني وقيله ولا ما عارف وغادي دقه دقه هادي واحد البلاصة عندنايا ما بعيداش على الدار فيها دوبل فوا وكاينة تقويسة من هنا وتقويسة من هنايا يعني إلا خرجتي من هاد التقويسة صافي راه مشي كاين عاد تلقى الرون بوان يعني ما غيمكنش بنادم غيمشي تما وغادي يدور ما عدا بنادم اللي غاتيدور تا هو بحالك. أنا كنت مشيت خرجت من هاد التقويسة غادي ندير شي سطوري هكا في البلاصة جبت الدورة ودخلت عاوتاني في التقويسة الأخرى ومورايا كانت واحد المرسيدس 250 وقيله كحله على ما تنظن درت نفس الديكور خرجت من تقويسه دارت عاوتاني تبعدني في البلاصه يعني هذاك شي واحد اللي تابعك ماشي شي واحد اللي تما راهم بوان والو صافي فوق متصل ديك الساعه فهمتو. صافي شفتو ديك الحركه وانا نطلع في المرايه باش بنادم مورايا صافي دخلني الشك جمعت التليفون بقيت غادي بشويه شو نشوفو شي ضربني بالفار شي ضربني بالفار بحال اللي قلت غايقول لك وقف 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 غايلقى مع يهبط يقول لك اخويا نسولوك فين جات كذا كذا وهذه يقول لك اخويا نسولوك على شي حاجه يخرج صاحبو من الجهه الاخرى يضربوك ولا هذه هزو الموطور شكون يعقل عليك ديك الساعه والدنيا خاويه والله ما تصور شي حاجه بالله. صافي انا شفتهم هكاك وانا تنبرك على الموطور بركها وحده ما وقفتش وبقاو تابعيني باش عرفوك سيريت حتى هما زادوك سيريت ما صافي تاكدت باللي هذوك راه شفاره راه ماشي بنادم عادي. صافي تسكيت مسافه و تا شي وحده اللي عاد تدخل في الدار حتى هادي خرجت سلامات الحمد لله. الموطور نتا غادي صعيب تسرق لك الخايبه اللي تسرق هي باش كيكون واقف تكون واقف معروف. وهاديك الساعه اللي هاد خوتنا هادو جاو مورايا كانت ديك الايامات معروفه واحد الهضره تدور عندنا هنايا باللي راه كاينين شي دراري شي فواسه تيجيو ما تنقولش فواسه تنعمم ولا شي حاجه راه اي مدينه فيها الناس الخايب والزوين. هذيك الساعه كانوا كيقولوا كاين الناس شي دراري من فاس شي طوموبيل ماشي ديسك حلا تيكريسيو هنايا حيت ماشي الاول وماشي الثاني شي جوج اللي تعرضوا للسرقه بحال هاد الديكور تيكون غادي تيوقفوا عليه تيديو له الموطور ما تنعيب زعما على فاس ولا تنقول مدينه اللي خايبه ولا شي حاجه ولكن ديك الساعات شي اللي كان ونهضروا على الواقع راه الله عمرها دار فاس راه فيها صحابنا فيها خوتنا راه فاس مكناس راه مدينه وحده تنعتبروا ما تعتبروش حنا من الجمود ولا شي حاجه. تحيه لفاسا فاس حكم العالم. وقعت المره الثالثه اللي حتى هي بحال هاد الديكور نيت تقريبا كنت غادي تندور بالليل ما عليا ما بيا وديما سبحان الله داكشي تيوقع بالليل الليل عاد تنوضو من النعاس هما تيكونو ناعسين هما بالنهار ما تيخدموش كتافهم باردين. بالليل هكا تكون مع شي وحدة الليل صافي جاي داخل للدار وقفت قدام الكراج وانا قبل ما نوقف دزت قبل واحد الكروس دوبلاص ودوبلت ومشيت تا وصلت قدام الكراج بحال هكا انا يلا بغيت نحل الباب وانا تنشوف مورايا هذاك الكروس بلاصه ولكن هي واحد ما راكبينش جوج وبان لي واحد اخر جاي طالع معايا واحد الطليعه جاي بوحدو بحال اللي تيزرب وهذوك خوتنا تما يعني الحي عندي انا الحي اللي ساكن انا ماشي زعما شي جاي في الطريق يعني تدوز اللي غادي واللي جاي انا اللي ساكن تما معروفين الناس. صافي شفتهم انا داك الموتور عمري شفتو تما كراس ما في لا ضو لا والو. صافي دخلني الشك اش كنشوف اش غندير اش غندير والحمد لله تحت احسن خيار ما حليت لا كراج لا والو ابركش على الموتور زلقتها فوق داك الزليج دارت واحد 180 درجه وانا تنمشي مشيت رجعت دوي راسي على واحد جوج دراري صحابي تما يا خرجوا قلت لهم تلقاو واحد الكراج كذا باش الا كانوا تما نوقفوا لهم شوفوا شنو يديروا. صافي جيت لقيتهم مشاو هذا كان بحال اللي قلتي غيجي صاحبو اللي على رجليه غادي يعطيك شي ضربه للراس ما غتصور حتى وزا صافي واحد يركب على الموتور الاخر يركب على الموتور الاخر سير خلوك من الشور تمايا وقعات شي مره ماشي جوج على فتات وقع
انا اخوتي هادو هما ثلاثه المرات اللي كان غير تكريز عليا الموتور ومطر اللي زعما معروف اللي غير مخسر الضمان والبال بزاف هما الطي ماكس والاس اش. يعني السكوتر فيتاس ما تيزعمش عليه بنادم يسرقو، راك عارف عاد دوز فيتاس كدا يقدر يسكت له يقدر فهمتوني، يعني كسيراتور راه تيركب عليه وتيزيد. يعني ردوا البال بزاف ومهم من الاجراءات اللي بنادم يمكن يتاخذها يحيد عليه واحد 50% بعدا ديالو هو من جهته، وداك الشيء كيبقى الكمال على الله. هي بحال مقهوي اخويا فشي قهوه ما تخليهش اخويا فشي بارك بعيد واش مشيت تقهوى، ما تشوفش ديما موطور اخويا خليه قدامك عشان تشوفوا لهم موطور. اغلبيه عزيز عليهم القهاوي اللي يبلاص فشي بارك اللي تيبان له الموطور قدامه، راه ماشي باش تصوروا مع الموطور ولا تصوروا، ما مشتاقينش فيه سطوريات داك الشيء، راه غير باش تبقى مرتاح. موطور ماشي هو الطوموبيل تسورتها وسير ما كاينش اللي قيسها، لا موطور معرض للسرقه بزاف. يعني المهم رد البنات ما يدير الاحتياطات ديالو، دير القفل لا تبلاصي فشي بلاصه بعيده ولا عندك شي بارك اخويا دير القفل، ما تعقلش عليه قبطو مع الرويضه. وانت لا بغي يسرقها يلقاه يبغي يدفعو يلقاه الرويضه مشدوده لانه ما يقدر يسمح فيه ويمشي. دير جي بي اس كيما وقع دابا انا من تما فاش كان يوقع لي هادشي فاش شديت الموتور اول حاجه درتها هو مضيت له على جي بي اس. جي بي اس راه ما غالي ما والو، راه علي اكسبريس ما عرف خاص دابا فاش زادو في الشيبين ما نعرفش شحال يكون داير. المهم ديك الساعه انا ديتو غير بشي 300 درهم ولا 250 جي بي اس واحد تصيفط له ميساج تيصيفط لك لوكاليزاسيون في التليفون سور بلاص. يعني شي حاجه بسيطه اللي يمكن ديرها وتهني راسك من بزاف ديال المشاكل. المهم هادشي اللي جاني في بالي بنادم المهم يدير احتياطات وما يستهونش بهاد الشيء هذا حتى توقع الواقعه بقى يقول واكون درت كون درت كون درت. السورد ديك اخويا ديما خليهم عندك ما تيقش بزاف، بنادم يقدر يخرج عليه طوبل وشي نهار يخدموك صحابك هذوك اللي تيجلسوا معاك. المهم هذا الفيديو اول تجربه ديالي في هذا ستوري تايم، الى عجبكم قولوها لي في الكومونتير باش نعرف شنو كاين، واش نعاود الا كانت شي حاجه ما يتعاود شي حاجه اللي يمكن نشاركها معكم نقولها لكم ولا بلاش، ولا نخليني غير في داك الشيء اللي تندير دوك الفيديوهات اللي تندير. خوتي هادشي اللي كاين في الفيديو ديال هذا النهار هذا، كنتمنى ما نكونش ثقلت على قلبكم ونكون خفيف ظريف. خلص الفيديو راه طوال ترى فات ربع ساعة ولكن فيها استفادة، يعني فيها ما بنادم ديما يعاود يعرف، وحتى اللي ما عمرو مثلا كان غيتسرق ولا ما عمرو تسرق يعرف شنو كاين، يعرف بلا كاين ولاد الحرام راه كاينين، كاين بنادم دابا اللي حاضيك داك الموتور اللي عندك راه تيقول كون هي كان عندي انا كون، يعني بنادم ما يقدرش ينوض يشمر على كتافو ويخدم على راسو، ماشي بنادم كاين اللي كيبغيها باردة تا خدام صباح بكري تهضر تما راه هو راه ناعس ينوض حتى الليل وتيبغي يديها هكاك. والله رزقنا الصحة والسلامة الله ينجيكم، راه ما سهلاش باش يكون ضرب على موتور يجي واحد يديه له هكا بكل برودة، ما سهلاش. وهادشي اللي كاين اخوتي، وما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم لي كومونتير، اللي ما دارش سبسكرايب يديرها حيت انا درت شي اغلبية تيتفرجوا فيا ما مشاركينش القناة، يعني غير تيتفرجوا في الفيديو ويمشيو بالرجولة بالرجولة. خلي هذيك ابوني الى حمرار الضاقري باش تشجعونا حتى حنا. شوفوا واحد يلا اخوتي تهلاو بيس.